عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفلوغ الجديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفيديو خفيف ظريف من داخل قصر قرطبة الرائع الكازار دي كوردوبا. هذا القصر أخوتي مليء بالتحف ومليء بالآثار ومليء بالحدائق المثمرة وكذلك النفحات الإسلامية القديمة. خليكم معايا أخوتي تشوفوا القصر من الداخل. كاين جولة فيها جميع تقريبا جميع المشاهد وجميع الأمكنة اللي كاينة في داخل القصر. حاولت باش نجمع لكم كل شيء في فيديو واحد باش إن شاء الله اللي بغى يمشي ولا ناوي يمشي ولا عنده فكرة أنه بغى ياخد فكرة على القصر كيدير من الداخل يتمكن إن شاء الله أنه ياخد فكرة على القصر. وقبل ما نبداو إن شاء الله بغيت نعطيكم واحد نصيحة. إن شاء الله إلا بغى شي واحد يمشي يشوف القصر، راه كيتواجد في مدينة قرطبة الإسبانية. الدخلة بلا ما تشريو لي تيكي من الانترنت، راه لي تيكي تقدروا تلقاهم في الباب ديال القصر. وبالنسبة للثمن راه 5 أورو للشخص الواحد، يعني تقدروا تبقاو اليوم كله فيه، دونك 5 أورو للشخص. وبالنسبة اللي بغى يوصل له راه زعما لاكسيبيليتي ديالو هو قريب وما صعيبش بزاف بحكم ان مدينه قرطبة راه مدينه صغيره، يعني ماشي مدينه كبيره. دونك نخليكم مع هذا الفيديو، ما تنساوش تخليو تعليق واش عجبكم الفيديو واش ما عجبكمش، وتخليو لايك وشكرا جزيلا. Thank you.
We'll be right back.
شكرا.